في هذا الفيديو رح أجرب ترند جديد شفته على التيك توك وكمان على اليوتيوب. أصعب شيء ممكن أكون تخيلته في حياتي اللي هو إنه ألون بالشطرطونات بدون ما أستعمل أي نوع لون ثاني، فقط بالشطرطونات. إذا حابين تشوفوا شو هي النتيجة تبع هذا الفيديو فابقوا معي لحتى الأخير. أول شي رح أبحث بالإنستغرام على شي يلهمني، ولقيت هذه الصور وهذه الفنانة الرائعة اللي بترسم إشياء 2D مناسبة كتير للشطرطونات. هي بترسمها بالصباغة شو اسمها الجواش، وتعمل يعني illustration 2D، يعني ما بيكون فيها ظلال وهيك. سو حسيتها بتكون مناسبة للشطرطونة، لأنه إذا لونت بالشطرطونة ما رح يكون ظلال، يعني رح تكون شطرطونة على سطح، رح تكون سطحية كتير الرسمة. سو حسيتها كتير مناسبة لهيك رح أرسمها نفس صورة هالبنت، بس رح أعدل فيها شوي أكيد من خيالي ويا رح تكون مختلفة كتير، رح تشوفوا بالأخير. المهم رح نبدأ كالعادة بدائرة ونقص ثم نصفين، نقسم الدائرة لثلاث. كل هذا الشيء صراحة لازم تتعودوا عليه. راح أعمل قريبا فيديو كيف نتعلم صح يعني رسم الإنسان واليدين وكل هذا الشيء، يعني هادو هم الأساسيات اللي إذا تعلمتوهم صح رح يمشي حالكم، رح تعرفوا ترسموا أي شيء أي شيء أي شيء. لازم أشكركم كل الشكر الكبير الكبير على كل تفاعلكم في كل مرة أنا بقرأ كل تعليقكم، وشكرا لكم كل قلتوا كلام كتير حلو في حقي صراحة. I love you guys, love you love you love you guys من كل قلبي. وبالنسبة للمسابقة ما في كتير شارك، ما بعرف إذا ما كنتوا عارفين، بس في مسابقة إذا رسمتوني رح أحطكم إن شاء الله. ما بعرف إذا ما شاركتوها وإذا ما وصلكم، يعني ما وصلني المشاركة، اللي وصلتني 3 أو 4 مشاركات يعني بتشوفوهم هون بالشاشة وبس. إذا كان في شخص مشارك وما قال لي فقولوا لي بالتعليقات. المهم كان هذه هي الرسمة. الحين رح أحبر، ومقطع التحبير ضاع مني، ما لقيته أبدا في الكاميرا. سو يا عشان يا جماعة أكون معكم صريحة، هالفكرة شوية صعبة. ليش؟ لأنه لما كنت أحاول أقسم يعني بهذا الأداة الحادة كنت أخاف أنه يعني أجرح الورقة، وفعلا اتقطع لي الورق كتير مرات، وكمان في بعض مرات إذا ما حددت كتير مليح فاللصق أو الشطرطونة ما يعني تنشال معي. سو لهيك ما بعرف كنت محتارة، والحمد لله انه استعملت فقط الشطرطونات واقلام حبر سوداء، لانه اذا كنت لونت او حبدي الون بلون ثاني ما كانت نتيجة روعة. ليش؟ لانه في كتير من الشخابيط اللي تشخبطت بسبب هالاداء الحادة، سو كانت راح تبان.
وبالنسبة للشعر أكيد رح يكون شعرها كيرلي. صراحة أخذت نفس صورة الارتست أو هالبنت اللي بالإنستغرام، بس مو نفس الشي طلع. سبحان الله، أنا ستايلي وحدي وهي كمان ستايلة وحدة، مو نفس الشي، بس حبيت كتير ستايل صراحة. ويا بدأت يعني ألون بالقلم وبعدين حبرت مرة ثانية عشان يعطيني هالإفكت الكيرلي بدون ما أستعمل أي شي ثاني لحتى يبين لي الشعر، يعني كانت مهمة شوية صعبة صراحة. وصراحة شفت ناس أو فنانين بتبدع كمان بالشطرتونة، حتى إنه حطيتها بالهير تبعها أو شعرها، صراحة كانت فكرة كتير صعبة، بس ما حبيت أصعب على حالي لأنه أوريدي صعبت على حالي باستعمال فقط الشطرتونة والحبر، يعني الشيء الأسود اللي بتشوفوه. سو يا الحين رح أعمل الباكراوند وبعدين رح نشوف دايركتلي النتيجة. اوكي مستعدين للنتيجة؟ ف 3 2 1، ترى شو رأيكم يا جماعة؟ صراحة 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 بعطيها 7/10 لأنه تعذبت فيها تعذيب، وفي نفس الوقت كانت سريعة، بس هي كأول تجربة حلوة كتير، و يعني أنصحكم تجربوها عندكم وممكن تعملوا ألوان كتير. أنا اكتفيت فقط باللون البيربل والأسود. كان هذا فيديو اليوم، أتمنى ينال إعجابكم. نتلاقى الفيديو المقبل إن شاء الله. باي.